محكمة ابتدائية مدنية
ومحكمة ابتدائية اجتماعية بمدينة الدار البيضاء، كما تم إنشاء أقسام متخصصة في الجرائم المالية بمحل الاستماع بكل إلى الرضا والدار البيضاء وفاس ومرعب. تلكم حضرات السيدات والسادة أهم وأبرز التعديلات التي لحقت تنظيم قبائل المملكة منذ صدوره سنة 1974، والتي ظلت مشتتة بين مجموعة من النصوص الخاصة، ولم يتم تجميعها ودمجها في صلب التنظيم القضائي. وتماشيا مع السياسة الإصلاحية، أولى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أهمية كبرى للقضاء ومؤسساته من خلال مجموعة الخطابات السامية، من بينها نص الخطاب الملكي السامي لتاريخ 20/5/2009 الذي جاء فيه ما يلي: ندعو الحكومة إلى بلورة مخطط متكامل ومضبوط يجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح في محاور أساسية، وهي تعزيز ضمانة استقلال القضاء وتحسين المنظومة القانونية وتمهيد الهياكل والموارد البشرية والرفع من النجاعة القضائية واعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني مستجيب لمتطلبات الإصلاح. انتهى النطق الملكي السامي. وللنهوض بالمنظومة القضائية، نهجت الدولة في الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة مجموعة من السياسات، أهمها تنصيب الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة. وكان من أهم تحديات هذا الميثاق إرساء تنظيم قضائي قائم على مبدأ الوحدة والتخصص وفق أسس جديدة لتلافي صعوبات الوضعية الحالية، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية، بما يمكن من توظيف الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف باعتباره اسما منيعا لدولة الحق والقانون، وعماد للأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزة للتنمية بما يتلاعب مع مقتضيات دستور المملكة الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبما يتماشى مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. كما يأتي مشروع القانون ليستجيب لما تضمنه ميثاق إصلاح منظومة العدالة من ملاحظات وتوصيات تستهدف فعالية منظومة العدالة وتقرير القضاء من المواطن وعقلة الخريطة القضائية وتسهيل الولوج إلى المحاكم وإيقاف إدارة قضائية احترافية ومؤهلة وإشراك المهن القضائية في لجان للبحث ودراسة صعوبات سير عمل المحاكم ووضع الحلول المناسبة لها، وتحديد كذلك خدمات الإدارة القضائية وانفتاحها على المواطن والرفع من البنية التحتية للمحاكم وتحسين ظروف العمل والاستقبال وترسيخ الحقوق والحريات والأمن القضائي والقانوني، وكذا توفير متطلبات النجاعة القضائية بمختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية وترسيخ الثقة والمصداقية في القضاء الفعال ومنصف باعتباره اسما منيعا لدولة الحق وعماد للأمن القضائي والحكم ومحفزا للتنمية وباعثا للطمأنينة لدى المتقاضي. كما سعى مشروع قانون تنظيم القضائي إلى إعادة النظر في تنظيم تشريعي أرهقته كثرة التعديلات وأخرجته عن روحه بسبب جملة من التجارب التي كانت تنظيم القضاء حقل لها. وفي هذا الإطار أعدت الحكومة مشروع قانون رقم 15/2003 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وعرضته على مصدر التشريع حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع في إطار القراءة الثانية بتاريخ 18/2018 ليتم إحالته بعد ذلك على المحكمة الدستورية من أجل البحث في مدى مطابقته للدستور، حيث أصدرت قرار بشأن 19/89
بتاريخ 8 فبراير 2019 قضت من خلاله بعدم دستورية بعض مقتضياته، خاصة تلك المتعلقة بمهام الإشراف والرقابة على عمل كتاب الضبط، مميزة بين الجانب القضائي والإداري والمالي للمحاكم، إضافة إلى مقتضيات أخرى تتعلق بتوحيد كتاب الضبط داخل المحكمة وتنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية. حضرات السيدات والسادة، إذا كنا نسجل بالإيجابية مجموعة من المقتضيات الجديدة التي حملها المشروع الجديد والتي نعتقد أن بفضلها سنتمكن من تجاوز الكثير من السلبيات القانون القديم، وستساهم لنا حالة في تطوير عمل المحاكم خدمة للقضاء وللمتقاضي، وضمان قواعد سير العدالة وتجميع شتات النصوص القانونية المتعلقة بهذا التنظيم بإدراج وتجميع المقتضيات المتعلقة بالمحاكم الإدارية والمحاكم التجارية وتفتيش المحاكم، فإن ثمة أسئلة يحق لنا أن نطرحها للنقاش في هذه الندوة العلمية الجهوية، ويتعين الإجابة عنها للخروج بتوصيات بشأنها لعل إحداها يمكن اعتمادها في القانون الذي سيصدر قريبا. من بين هذه الأسئلة هناك التساؤلات التالية: أين تتجلى مظاهر الأمن القضائي في مشروع التنظيم القضائي؟ وأين تتمظهر الحكمة القضائية في هذا المشروع؟ وماذا قدم المشروع القانون من إضافات للرقي للمركز القانوني للإدارة القضائية اعتبارا للدور الذي تطلع به في العملية القضائية؟ ثم هل ما قدمه مشروع القانون من حقوق للمتقاضي يعتبر كافيا لممارسة حق التقاضي ويمكنه من تتبع مسار إجراءات قضايا عن بعد؟ كما أن هناك إشكالا مستقبليا يتجلى في مدى ملائمة التشريع القضائي مع التطور الذي شهده نظام العدالة ونظام المحاكم، لا سيما مع ظهور مجموعة من المفاهيم الجديدة التي طرحتها الظرفية الزمنية من قبيل المحاكمات عن بعد والتبليغ الإلكتروني والسجين الإلكتروني ومكتب الافتراضي للقاضي إلى آخره. حضرات السيدات والسادة، يطيب لنا أن نعلم عن اعتزازنا العميق في استضافة هذه الندوة العلمية الجهوية بمقر محكمة الاستئناف الأسفي، وستكون بحول الله وقدرته انطلاقا وتمهيدا لمسار ندوات علمية وموارد مستديرة مستقبلية، وتأتي هذه الندوة العلمية في سياق تاريخي تتمثل في انفتاح المحكمة على محيطها الخارجي كما تفضل السيد الرئيس الأول في كلمته، للارتقاء بالمنظومة القضائية إلى مستوياتها المدلى باعتماد منهجية منظمة للتشاور والتنسيق لدعم أواصر التواصل والتعاون بين القضاء والباحثين المهنيين في العلوم القانونية ونقابة هيئة المحامي، لتبادل الخبرات والمهارات والممارسات الفضلة التي من شأنها أن تثري الممارسات القضائية، والارتقاء بأدائه بما يضمن المسايرة للتطورات والتغييرات المتواترة التي يعرفها المجتمع، ومواكبة التشريع الوطني بعدما أقدم المشرع المغربي على إحداث ترسانة قانونية تروم تحديث النصوص القانونية وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي وتعزيز العلاقات بين الفاعلين الأكاديميين والفاعلين في أسر القضاء وتعريف فئات أكبر بالخدمات التي تقدمها المحكمة. حضرات السيدات والسادة، بعزيمة وإرادة ثابتتين وإيمان قوي بأهمية الموضوع، سيتم اليوم بحول الله وقدرته تتويج هذه الندوة العلمية الجهوية بتوقيع اتفاقية شراكة بين محكمة الاستئناف الأسفي وهيئة المحامين الأسفي والكلية المتعددة التخصصات الأسفي في إطار تنزيل البرنامج السنوي المعلن عنه برسم افتتاح السنة القضائية 2022 لكل مكونات منظومة العدالة على أرض الواقع، والمتمثل في مواصلة تنظيم ندوات وموارد مستديرة وإعداد برامج للتكوين والتكوين المستمر في جميع المجالات التي لها ارتباط بالعمل القضائي. حضرات السيدات والسادة،
لكم منا جميعا جزيل الشكر والامتنان على تلبيتكم الدعوة وتشريفكم لنا بحضور هذه الندوة العلمية الجهوية والتي نعتبرها بكل فخر واعتزاز دعما لنا نحو خدمة العدالة والسير بها قدما نحو الأفضل. ونشكر بهذه المناسبة السادة المشاركين وكل من عمل على برمجتها وإعدادها، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا ويلهمنا السداد والنجاح، وأن يعيننا على سلوك الطريق القويم، وأن نكون عند حسن ظن صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية أدام الله تعالى نصره وعزه. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز في سورة التوبة الآية 6: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. وبالله التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشوفكم في فيديو الآن على مواقع التواصل الاجتماعي.